اليوم معاي عبود زي ما انتم عارفين وحمودي. اليوم رايحين وين يا شباب؟ على عبدو. رايحين على الزرقة الجديد بعدين على الزرقة القديمة. نروح عند مطعم اسمه مطعم ابو عبدو. هذا بيعمل سيخ كباب على كيف 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 عبود. فخليكم معنا اول شيء نطلع بباص الزرقة سويلح. الزرقة سويلح سويلح سويلح. بعديها ان شاء الله بنوصل الزرقة. خليكم معنا. سيو. انا حكيت مرحبا يوتيوب وراحت هيك مش عارف وين راحت. بنعيدها مرة ثانية ومرحبا يوتيوب بس. ومن هسه قبل ما حدا يسالني ليش هاي المسبحه حاطه هون، والله عشان شو اسمه اسبح واحمد الله دائما وانسى ما انسى، يعني سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. مبسوط مبسوط يا جماعه. ايوه اشوف لا اشوف لا اشوف يا اختي ولك اعطيني اجعلك وجهك. لا يا زلمه تعال خليني اجعلك وجهك يا ولد. تعال يا غلام يا زلمه بدنا نعيش. تعال اجعلك وجهك. قعدت هون انا بدي اخوف عبود اقول له بخ معقول بخاف. هيدا نشوف. ايوه بخ. خفت؟ يا شكلك يسعد ربي والله اني واحد ولك انت مشطوف ترى والله. خفت عبيد طرف يا اخوان بس احكي لك بخ تخاف بخ بخ. والله يسعد ربي لو يسعد ربي معي قهوتي. كذاب. وين قهوتي انا اصلا؟ انت كبيتها اصلا. ما كبيتها. ضحك علي. قهوتي بخ. خفت؟ يسعد ربي. والله يسعد ربي خوفتني كلها والله اني زلمه يسعد ربي وحش. خلينا نجرب الخوف الشجره بخ تي خافت والله يسعد ربي والله اني وحش. طلع 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 لفيت الباص طلع وقف بصور لكم السماء وبدي احط لكم موسيقى تيرلين تيرلين تيم تيم اعتبروا بدال الموسيقى تاعت المونتاج تيرلين تيرلين تيم تيم يسعد ربك يا أسامة تيرلين 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 يسعد ربي تيرلين طلع السماء أخوان يسعد ربي سوالح سوالح زرقة زرقة ذكت على الشارع أخوان الوان. وصلنا زي ما انتم شايفين مجمع الزرقاء الجديد. طبعا هذا المجمع زي ما انتم عارفين هذا المجمع اصل سويلح سويلح زرقاء زرقاء زرقاء. من هون هذا المصدر. طبعا من هون بحب احكي انه تحيه لكل اهالي الزرقاء. الله انكم زلم غانمي تحياتي. هذا ايضا مكان بسميه السيق السيق تبع الزرقاء. هذا البودي يا سلام الزوامير. هذا بودي من المجمع الجديد للمجمع القديم. هاي المجمع الجديد ورا ظهرنا وين احنا هسه رايحين على المجمع القديم. فهذا هو السيخ تبع الزرقاء. هذا بيبيع كل شيء مستعمل فيه بسطات تليفونات بسطات سناسيل بسطات مواس بسطات كل شيء. هاي طلع هاي الشباب هون البص هناك في اواعي طبعا كل شيء كل شيء بدكم اياه هون بتلاقوه بالسيخ هذا. السيخ الزرقاء كل اشي. اي تليفونات مستعمل اي اواعي واي ابواب كل شي لعيدك كل شي لعيدك بالسيخ تبع الزرقاء. هاي هون اكسطات سناسيل وسوارات واي هون الابواب كله بلايز اواعي كل لعيدك وطقو هناك عطر يسعد رب الزرقاء يا اخوان. بعض الشارع بتحقق امنياتك كلها بتشتري بدك اياه. بالي تاعت الزرقاء في هون شارع انسى اسمع تقاطع جوا في ألف قصة. هي في هون كمان بالي والله شيء خرافي الزرقاء انه هيك رمز رمز عريق. وهينا احنا هسه رايحين على ميدان الجيش. هاي ميدان الجيش اصلا زي ميدان الجيش اللي بالزرقاء. وهي ابو طافش هذا محمد ابو طافش كثير معروفة. ايوه هذا هو ميدان الجيش. هسه احنا رايحين هناك عند مطعم ابو عبد نروح ناكل كباب كباب. وهي الشاشة ألف مبروك. طبعا وهي فوق الشاشة هذا نادي اللي تدربت فيه تايكوندو. دقيقة شوي هسه اصور لكم اياه. لما اندهش مركز عصفور بالتايكوندو يسعد رب. الله جبت هذا تمثال الأردن بوس ليرة بوس ليرة. عندنا عندنا أبو عمان قديش تجيبه؟ عبود قديش تجيبه هذا أبو عمان؟ 10 ليرات. هي هذا أبو عبدو والله أنا أول مرة بزوره. هي عبد اللي جابنا عليه. فخلينا نذوق ونشوف الوضع احكي لكم بعدين كيف. ماشي
صح يا شباب؟ والله شيء كثير زاكي عن جد فخم والله، أول مرة بذوب أنا منهم. الثانية يا جماعة الوضع مأساة والله، احتمال أكل ثلاثة أربعة كمان مش بس تنتج. الله إيش إيش عن جد خرافي عن جد يا جماعة، إيش زاكي. أخوان بنصحكم كلياتكم تذوقوه وتجربوه. طبعا للي ما بيعرف وينه، هو عند بالمجمع القديم عند قهوة حمودي، وهون يعني آخر المجمع القديم، آخر المجمع القديم هون صح؟ في مسجد هون، والله ما بعرف كثير بالزرقة. المهم تيجوا هون ويو على صار على الشمال. بتمنى لكم إن شاء الله إيش أكلة ممتعة، صحة وألف عافية مبدئياً. على غاني هاي، وهيك بنكون وصلنا يا شباب لنهاية الفيديو. هسا رح نطلع بس شو اسمه صوالح ونروح على الدار. إن شاء الله يكون الفلوق هيك عجبكم اليوم، واستنون إن شاء الله بالفلوقات القادمة. يلا سلام. دقيقة وين رحتوا؟ ما تنسوا تنزلوا تحت تكبسوا لايك وتحطوا تعليق برأيكم إنه عجبكم ولا ما عجبكم الفيديو، وأهم شيء أهم شيء إذا مش عاملين سبسكرايب اعملوا وفعلوا جرس التنبيه. وهسا سلام. الله يسامحك زي ما سامح محمود.